بين لحظة وأخرى يولد أمل جديد وحياة جديدة ومحطات جديدة، لذلك كن مستعداً للتغيير. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الكرام. خليني أرحب بضيفي الأول الدكتور علي رفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على الدعوة الكريمة. رمضان مبارك. رمضان كريم عليك، عليكم، على الأخوة الأعزاء، على جميع أبناء شعبنا العراقي. إن شاء الله شهر قبول الأعمال والمغفرة، وأن يعاد على أبناء شعبنا وهو في أحسن حال إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا ضيفي الآخر هو السيد جاسم محمد جعفر الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق ووزير سابق. حياك الله. حياك الله. وشكرا لحضورك ورمضان كريم. وكذلك نهنيك ونهنيك ونهني الأخوة الحضور والضيوف الكرام وجنابك والشعب العراقي في هذا الشهر الفضيل. أتمنى إن شاء الله شهر خير علينا جميعا. حياك الله. أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ سلام الجزائري عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق. حياك الله ورمضان حياك كريم الله. عليك. الله يبارك فيكم، تقبل الله طاعاتكم وصيام مقبول إن شاء الله. نسأل الله أنه يحفظكم الكادر العامل في هذا القناة. شكرا للاستضافة وبارك الله بكم، جهود مشكورة إن شاء الله. شكرا لحضوركم. أكيد. أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ نسيم عبد الله عضو المكتب السياسي لتجمع اقتدار وطن. حياك الله ورمضان كريم عليك. حياكم الله، ست ربي يحفظكم وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم. اليوم ليلة مباركة من ليالي رمضان أكيد، وهذه الجمعة والمجموعة الطيبة والخيرة. محطتنا اليوم راح تكون مضاءة على بعض التفاصيل في حياة كل شخصية من شخصيات اللي جالسة أمامي اليوم. فخلينا السؤال اللي دائما ينسأل ببداية الحلقة إنه شلون كان فطوركم اليوم؟ فخليني أبدأ بالدكتور علي، شلون كان فطورك اليوم؟ طبعا هو أجمل شيء في الفطور حقيقة هو يعني هو عدة أمور يعني حقيقة تجعل من الفطور في اللوحة جميلة الحمد لله. يعني لعله أول مسألة أنه العائلة مجتمعة، لمت العائلة في هذا اليوم، فيها كل أيام رمضان والحمد لله لليوم. ونسأل الله أن تدوم هذه النعمة. فطورنا من محاسنة أنه إحنا نفطر في طرمة البيت. حلو. يعني من يعني فوق السماء ويمنا في حديقة صغيرة، فأجواء ربيع والعائلة كلها مجموعة. ومن محاسن شهر رمضان أنه هذا الشهر يمي بنتي وزوجها وحفيدي، ما شاء الله. اللمة صايرة أكبر، اللمة كلش يعني الحمد لله، يعني زادت بهجتنا في شهر رمضان بهجة. أما فيما يخص الفطور فتعرفين يعني سيدة المائدة شوربة العدس. شوربة. البقية طايحات، ولو هي بالحقيقة مو طايحات، يعني حقيقة سفرة من فضل الله و بتضافر جهود أم محمد والبنات، يعني مما لذ وطاب. أكيد هي التعبانة طبعا، هي وبناتي الحمد لله يعني كلهم الله يحفظهم إن شاء الله. وفطور هني. خليني أرجع للأستاذ جاسم. أجواء رمضان وهذه اللحمة اللي نحسها برمضان اليوم، تحس رمضان العراقي يختلف عن بقية البلدان، شلون تشوفه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه السنة وحتى السنة اللي قبلها لله الحمد رمضان في جو ربيعي، وليس هناك لا حرارة شديدة ولا برد شديد، والأمطار ونعم الله في الأيام الأخيرة أعطى لربيعنا بصراحة ولربيع القرآن لشهر رمضان يعني فرونق خاص، يعني حديقتنا في البيت وكل الحدائق الذي نحن فيه لله الحمد مليء بالورود والخضار، وكما يعني يخضر هذه الأشجار إن شاء الله يخضر قلوب المؤمنين بالتقوى والعمل الصالح. نعم الفطور يعني للصائم فرحتان كما يقول أحد الأئمة، فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند إفطاره. هي الإفطار بها النوع من أنواع الفرحة، عندما يلتقي الإنسان بعد جهد جهيد، بعد عمل كبير، بعد عبادة وزهد وتقوى، أن يبدأ بكسر هذا اليوم ويبدأ بيوم آخر، وليس اللذة بنوع الأكل ولا بنوع السفرة المفتوحة بقدر ما حتى الفرحة. حتى سماع القرآن إلى لذة الخاصة في رمضان بالضبط. يعني
هي فرحتها بصراحة بأنه أنت أتممت يوم وبدأت بيوم الثاني. هذه الفرحة هنا بهذه القضية بأنه أنت أتممت يوم كامل وتقبل الله منك وعليك أن تبدأ باليوم الثاني. فطورنا بصراحة كما تفضلتم، نحن لم يكن اليوم بصراحة عندنا شوربة عدس، كان عندنا هريسة. دكتورة كان مسوية شوية؟ لا مسوية كان احنا نحبه شوي بصراحة. يعني طبعا قليل مو دائما. قال اليوم هريسة، انا ما زوجت دكتورة نفسانية مايدة النواب، هي قامت بصراحة بتهيئة عندنا خادمة بالبيت طبعا، بس هي تطبخ كل شيء بيدها ما تقبل. لازم هي تحية لكل النساء بشهر رمضان، ترى يتعبون يشمون الأكل وكذا. كان وكان معها اشياء بسيطه بصراحه. نحن بصراحه افطارنا يتقسم الى ثلاث وجبات، وجبه قبل شو اسمه قبل الصلاه، وجبه بعد الصلاه، وجبه بعد التاسعه، ووجبه قبل ما ننام. اربعه الخفاف طبعا. بالنسبه اني يعني ام ميساء بشكل عام اعمارنا بعد ما يتطلب اشياء ثقيله، اشياء بسيطه. وطبعي انا دائما انام وانا به جزء او نوع من انواع الجوع، ما انام وانا شبعان، بقضايا مرضيه اللي عندي باشياء قديمه. في كل الاحوال كانت يعني امسيه جميله، وجلسنا مع البنات وصار حديث. وحدائقنا بصراحه عندما واحد يفتح الشباك يرى بانه الجو والعبادة كلها جذابة للإنسان. نتمنى قبول الأعمال. حلوة حلوة بهذه الفترة. أستاذ سلام، شلون كان فطورك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. أكو شوربة ولا لا؟ أكيد، هاي سيدة المائدة يعني ما نتخلى عنها. بس يعني هذا الشهر شهر القرآن، شهر صاحب الزمان سلام الله عليه، إلى طعم خاص طبعا. يوم واحد يعني إذا يقعد بين أهله وعائلته وأطفاله ويفطر، هاي نعمة من نعم الله سبحان الله. نسأل الله أنه يجي مع الشعب العراقي إن شاء الله. اليوم الملفت وهي رسالة عن طريقكم موجهة إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الكهرباء. نعم. أقول لهم رحمة على والديكم، لا تطفون الكهرباء وقت الفطور. يعني احنا صابين وطفت الكهرباء، وهاي صحيح. المشكلة جاي نعاني منها طبعا. صحيح، هاي الفقرة صحيح. يعني احنا نقول بس جيب اللايت، جيب شغل الموبايل، يعني هي صح ما متطول، تصير ارباك بالافطار فعلا، خاصة اذا كان بسمش لو كان شيء بعد تشوف انت. والحمد لله وشكرا، نسال الله ان يجي معنا. احنا للطرفة مرات نقول لا حد يمد ايده، تجي الكهرباء يلا، لا واحد ياخذ، ما حد يلتزم بهاي، لا ما حد يلتزم، يصير منا ومنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم يعني الخيرات على الشعب العراقي، ان يمن عليه بهذا المطر مطر الخير وبركه ان شاء الله. يعني نسال الله انه لا نفكر بس انه فطورنا اليوم شنو، لان اكو رساله النبي، رساله الائمه سلام الله عليهم، انه حتى هاي الحاله اللي موجوده الان يصورون عبر التواصل الاجتماعي الموائد اللي هي ما ألذ وطاب، وهذه منهي عنها حقيقه، انه انت من حقك هاي النعم اللي الله سبحانه وتعالى انعم عليك بها ان تشرك بها جيرانك، ان لا تصور بها، لان اكو هناك عوائل متعففه فقيره لا تملك ذلك. هاي رساله احنا اليوم جمعتنا ان شاء الله جمعة خير، كون نعطي منها رسائل ايجابيه الى الشعب العراقي انه يتواصوا بالتراحم. كلما تراحم الشعب العراقي اكيد الله سبحانه وتعالى يتراحم علينا، خصوصا احنا في شهر ضيافه الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله يا رب، هي رساله جميله من عندك استاذنا الكريم. خليني ارجع لاستاذ نسيم حتى بعدها نبدي ندخل بالبرنامج بعد ومود البرنامج. احنا اصعب شيء هي الساعه 12 والساعه بالوحده. لما مصطفى تجي تقول يا باليوم مش مشتهين. هاي جزء انت، هاي المعاناه جزء حاضر عندك. الجواب البديهي من عندكم هي انه كيفك. عاشتي. يعني هاي الظاهر مو بس انا، هاي اجابتي. لا هاي موجوده. انا حسب معلوماتي. سلام الله عليه. هاي مال كيفش ما تحبه. يشتهي اهله. طبعا. يشتهي اهله. والله هذه انت من تقولها من تقولها كيفش انت يعني كانما الاجابه مو صحيحه. احسنت، هذا اللي بتقول انا. هي المره الزوجه ما تحب كلمه بكيفش. إيه حلوه. لا انت انطيني فد يعني صارطه. لان هي لو تعرف يعني ما كان اجتي سيلتك صح لو فعلا لا؟ فعلا. بس هي فاهمه الموضوع يعني تعرف يعني تنوع، مثلا اليوم شنو احنا ماكلين سمش لازم وراء لحم، من بعده دجاج هيك ترتب، لكن طريقه الطبخ احنا بصراحه لما نشوف يعني تعبا يعني من الساعه بالوحده لحد الفطور والله مرات يعني نتاذى عليهم بصراحه. ف
فاني شو اسوي كل يومين ثلاثه اني مستخدم هاي اللي هي جايب منقله مال مشويات مال السمك والدجاج، فانا اساعدها اقول لها اليوم انت اللي تسوين ايش، انا اليوم راح اجيب لحم واليوم الفطور عليه انا اللي اتكفل به. فاحلى ما بصراحه برمضان الكلام تفضل بيه دكتور علي هي جمعه العائله. احنا قبل كنا ويا اهاليتنا حتى مكاننا موجود، هسه مرات انا يمن اخابر والدي واخابر اهلي يقولوا لي مكانك موجود ونتالم يعني عليك ونتمنى كون تجينا، بس شو سوي بعد الحياه صارت غير شكل يعني صحيح. طلبت من عندنا ان نكون هنا ببغداد وبعيدين عن اهالينا، لكن احنا حاليا مع اولادنا مع اسرنا الجديده. اي تخلقون اجواء جديده، اجواء بعد هي سنه الحياه. خليني اجي الى دكتور علي، المكاتب السياسيه ومصطلح المكاتب السياسيه او الشورى اليوم اذا اي شخص يسمعها ممكن ما يفهم شنو معناها، اذا تلخص لنا شنو معناها وشنو العمل بها وما يتم في هذه المكاتب يعني. طبعا العمل السياسي هو في اساسه يعني هو عمل بناء دوله، تنظيم شؤون المؤسسات، توجيه يعني شؤون المجتمع لما يعني يعود بالمنفعه العامه. يعني كل حياه البشريه يعني الان انت لو اخذتي الاسره، الاسره تحتاج الى يعني لعله ممكن نسميها فد يعني قياده تقود الاسره، اكو فد يعني انظمه يعني هو الاسره تتبانى عليها من اجل يعني ان يعني تسير يعني وضعها اليومي. من هذه انت طبعا تعكسيها على بقيه مفاصل الحياه. فكيف بالدوله؟ الدوله فيها مؤسسات بها تفاصيل يعني كيف يعني الناس تشرع لانفسها قوانين تضبط حياتها العمليه، كيف تصل الى يعني مستويات رفاهيه في وضعها الاقتصادي، استقرار امني. يعني تضعون فيها خطط ممكن القصد نقول؟ القصد ان المكاتب السياسيه الاحزاب السياسيه هي ادوات لتنظيم شؤون الدوله وتصحيح مسار شؤون الحياه بشكل عام. فالاحزاب بالنتيجه هي تضع لانفسها قوانين وانظمه تعمل ضمن هذه الضوابط. بالاساس الاحزاب تعمل من اجل خدمه ابناء الشعب، تضع لنفسها مشروع عمل لكي تكون الحكومه بالنتيجه هي خادمه لابناء الشعب العراقي. المكاتب السياسيه حقيقه يفترض بها ان تكون منفتحه على ابناء الشعب العراقي من خلال التعريف ببرامجها، من خلال التعريف بمواقف شخصياتها، اهدافها، تطلعاتها من العمل السياسي. كل هذه يفترض بها يعني اكو بعض المكاتب السياسيه مع احترامنا للجميع، اكو بعض المكاتب السياسيه ما مبين شنو يعني ولا سيده بتول. راس مال الاحزاب اساس نجاح العمل السياسي هي قناعه الجمهور بالعمليه السياسيه اللي يقودها منه، يقودها الاحزاب. نواه الاحزاب، المحرك الاساس للاحزاب هي المكاتب السياسيه. يعني هي العصب الاساسي في كل حزب المكتب السياسي. ليش؟ لانه يضم النخبه القياديه في كل حزب التي تضع الرؤى، التي تضع الخطط، التي تتواصل مع الجمهور، التي تسعى لقيادة الدولة وأن تراقب الحكومة ومساراتها. نعم. حتى كل شيء يصبح منسجم مع أهدافها ورؤاها في خدمة أبناء الشعب. هذه المسألة إذا يعني تحققت وتوازنت راح شو يصير؟ راح يصير نوع من الإقناع عند أبناء الشعب فيلتفتون، فيلتفتون أن أنا مصالحي ستفضل مثلا سيد سلام أنه قضية الكهرباء هذه واحدة من مجموع خدمات يعني يتطلع كل فرد من أبناء الشعب العراقي لأن تكون حياته كريمة، مرفهة، مستقرة، آمنة. فبالنتيجة هذه حتى تكون بهذه الكيفية لازم أكو قيادة للدفة، قيادة الدفة بأيدي الأحزاب التي تتنافس في الانتخابات. فعندما تحقق التأثير عند الناس، تأثير بمعنى القناعة أنه هذه الجهة السياسية تلبي طموحي وفق رؤية أنا أريد البلد بهذا المسار، أنا أريد حياتي بهذه الوصفة. عندما تتحقق هذه القناعة راح يصير المكتب السياسي والحزب بالنتيجة بيت للشعب، مكان يلتقي فيه آمال وطموحات بل وجهود واجتهاد أبناء الشعب. يعني اليوم أنا من أجد أن الحزب الفلاني، القوى السياسية الفلانية تلبي طموحاتي وأهدافي، بالنتيجة راح تسوي راح يصير في التواصل مباشر، راح يصير تعاون من أنا، راح يتولد النجاح. أنا بالنتيجة أعلن عن نفسي قوة سياسية لخدمة الشعب، أقنعت الناس بأنه أنا عندي رؤية وهدف ومسار. هذه إذا يعني تحققت يعني طرفي المعادلة تكاملت
راح يكون الحزب يعني كما يراد له أن يكون، اللي هو أداة لخدمة أبناء الشعب، مقنع ومؤثر ويصل بهم إلى الهدف المنشود، الهدف الأساسي. أستاذ جاسم، أكو بعض الأحزاب لحد الآن ما موضوع لها خطة أو هدف، وأكو يعني تخبط بعملها من وجهة نظرك؟ يعني أولاً السياسة يفسر الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه بأنه هو دراسة شؤون المجتمع، هو دعم ما يحتاج المجتمع، هو إيجاد العدالة في المجتمع. سياسة أوسع مما ننظر إليه بأنه يعمل من أجل يعني سياسة الحكومة وصول إلى سلطة، أوسع من هذا. ولكن مع الأسف الآن المكاتب السياسية هم الذين بصراحة الواجهات التي تعمل من أجل أن يكون له دور في إدارة الدولة سياسياً وليس جوانب أخرى، وبالتالي الآن المكاتب السياسية واجهات للأحزاب. المكاتب السياسية الفاعلة ترى بأنه حزب فاعل، نشط، مؤثر، تشوفه بالانتخابات مؤثرة في اختيار المسؤولين في إدارة الدولة، مؤثرين، شوفه برنامجها أصلاً مؤثرة. يعني هو بشكل عام كل حزب له برنامج، ماكو حزب ما عنده برنامج، ولكن هذه البرنامج مرات يعني تكون وفق متطلبات الشعب، يعني شيء يريد الشعب أنا أصير مثله، مرة لا أنا أوجه الشعب بما أراه وفق ما أنظر عليه. إذا كان السياسة عندي هو إرضاء الله، إذا كان السياسة عندي على أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي، أنا أسعى على أن أوجه السياسة بهذا الاتجاه. يبقى على التوجهات، الأحزاب الماركسية والاشتراكية توجههم يختلف عما نحن ننظر عليه، وكذلك بالنسبة للأحزاب الليبرالية والأحزاب الرأسمالية، كل حزب عنده منهج عام وخطة فكر وخارطة طريق لإدارة الدولة وشؤون المجتمع. في كل أحزاب احنا كلنا إسلاميين، هدفنا الأكبر من مكاتبنا السياسية كيف نضع المجتمع يعني يعبد الله، وكيف نضع المجتمع بآلية أن يكون قريب لله، كيف نراعي عدالة رسول الله، كيف نراعي عدالة علي بن أبي طالب، كيف نتخلص من بعض القضايا التي صارت في التاريخ الإسلامي، ونعمل من أجل أن يكون عدالة علي بن أبي طالب سواء كان مع الفقراء أو مع الخصوم أو مع الأعداء بهذا الشكل. نحن ننظر على هذه، ولكن قد نعاني بعض التطبيقات أثناء العمل. في كل الأحوال أنا أتصور المكاتب السياسية هن بصراحة عقول الأحزاب، وإذا ترى حزب يعني المحرك الأساسي للحزب هو المكاتب السياسية. إذا ترى الحزب الآن يمتلك شعبية واسعة وفي توسع، أعلم بأنه مكتبه السياسي فاعل. وإذا ترى الحزب يوميا ينكمش ويقلص ويقل عدده، اطمئن بأن مكتبه السياسي بدأ ينكمش. والفرق كبير بين من يكون المكاتب السياسي من شخصيات ذات عقول وتجارب، وبين من يكون يعني في أول البدء بعدهم شباب. وبالتالي ترى بأنه بعض الأحزاب في السنوات العشرين أقلش بعد 2003 توسعت، تقلصت ثم توسعت، والبعض تقلصت ولم يتوسع، وبعضهم كانوا أصلا في الهامش صاروا يعني الآن الخطوط العريضة والمؤثرة في الواقع المجتمع. أنا أتصور نظرة سريعة للكتل والفصائل والأحزاب العاملة في الساحة العراقية من 2003 الذي يعتبر حرية سياسية واضحة، وكل حزب يعمل بما يمتلك من الحرية والنشاط، لأن الانتخابات بعد هو الميزان أو هي الميزان. في كل الأحوال أنا أتصور النظرة السريعة يمكن أن نعمل فلان حزب اللي كان ذاك اليوم عنده مثلا 30 نفر برلمان هسه صار 5، كان ذاك 5 صار 40، وهكذا. هذه أتصور الخطوات العامة في إيجاد أو في إلقاء النظرة على هذا الحزب، هل كان ناجح، هل كان غير ناجح، عليه أن يغير، عليه أن يطور. إذن المفصل الرئيسي بكل حزب هو المكتب السياسي، هذا اللي لازم أنه يعني مرات المكاتب السياسي مو دائما القيادة، أكو قيادة مرات أكو مكتب سياسي، ولكن من يضع استراتيجية العمل القيادة وليس المكتب. بينما الأحزاب الاشتراكية المكتب السياسي هو القيادة، بالأحزاب الأخرى مثلا لا، قد يكون هناك زعيم وهناك مكتب يعطي الاستراتيجية للزعيم. وبعض الأحزاب لا، المكتب السياسي مكتب مساند
للعمل السياسي للقيادة الموجودة. في كل الأحوال واضح المكاتب السياسية نعم. عملهم سياسي. نعم أستاذ سلام، اليوم أنا شابة أو شاب وحبيت أنه أنتمي لهذا الحزب أو أجي لهذا المكتب السياسي، شنو المؤهلات اللي ممكن أنه تأهلني للتواجد في هذا المكتب السياسي، وشنو المطلوب من عندي حتى أكون واجهة يعني مرموقة في هذا المكتب؟ أحسنتم سؤال وجيه. طبعا عمل المكاتب السياسية بالدرجة الأساس هو التأثير في الشارع حتى يحصل على عدد من الأصوات الكثيرة التي تؤهله أن يكون مؤثر في العملية السياسية وفي إدارة الدولة. نعم. المكتب السياسي دائما حتى يطور نفسه لازم تكون عنده ملفات، ملف علاقات، ملف يعني داخلي اللي احنا نسميه المناصب التنفيذية، يدير المناصب التنفيذية. واكو مكاتب سياسية عندها كتلة برلمانية عاملة والى اخره، اكو مكاتب بها يعني شؤون استراتيجية مهتمة يجيبون يعني اشخاص متعاقدين يتعاقدون معهم، كان يكون بروف او دكتوراه له في مجال سياسي او اقتصادي وهكذا. هذه المجموعة كلها طبعا كمكاتب سياسية تعمل على ان تكون مؤثرة عن طريق الافكار والاراء التي يطرحها الاعضاء. كل مكتب سياسي يتكون من 20 الى 30 نعم. اكو محدد 12 عضو. هذه الاعضاء عندهم خبره، عندهم درايه، عندهم يعني كفايه في مجال انه يؤهلهم ان يكونوا اعضاء مكاتب سياسيه حتى يعملوا نعم. حتى في البرامج الاعلاميه انه اعضاء مكاتب سياسيه يكون ناطقين بهذا يعني المكتب. يعني لازم عنده خبره من امور عده في بعض الملفات، يعني لازم يكون عنده قدره يعطى. اكو اعضاء مكاتب سياسيه ما ظاهرين يعني ولا احد يعرفهم فعلاً. ولكن هم يديرون عمل سياسي ويؤثرون في بالكواليس. يعني في اجتماعات مكاتب سياسيه نعم. اكو اعضاء مكاتب سياسيه ما حد يعرفهم بس هم يعطون اراء قيمه ناضجه صحيحه. وبالتالي احنا نشوف في المشهد السياسي العراقي انه اغلب المكاتب السياسيه الان هي تدار من قبل رؤساء الاحزاب، وهذه جيده. هنالك يعني رؤساء احزاب لديهم خبره، لديهم امكانيه ورؤيه ناضجه. يعني بعض الاحزاب اليوم احنا في المشهد السياسي مصح كان عندهم 20 مقعد في الانتخابات واليوم عنده مقعدين، ولكن هو مؤثر في العمليه السياسيه، يكون له فعلا. القدره في التاثير. يمكن احنا او الشعب اللي مو كلش مطلع بالسياسه يشوفها انه هذا السياسي مؤثر وهذا السياسي ما مؤثر، هذا السياسي متواجد وهذا السياسي ما متواجد. هي هسه انتم دا تفسروها للمعلومه هذه دا تفسر طبعا. هنا انا بس احب اضيف مساله، هو قضيه مؤثر وغير مؤثر بحسب المشاهد. مثلا مره انت تشوفيه هو مو مؤثر انت كمتلقية نعم. من الخارج، لكن هو مثلا موهبته ومقدرته ان يضع استراتيجيات، هو يضع خطط، هو يضع رؤيه حتى الحزب يمشي بيها نعم. ولذلك يعني كاضافه المكاتب السياسيه صحيح نخب تضع استراتيجيات واهداف وخطط، لكن الاحزاب لديها ربما شخصيات ليست في المكاتب السياسيه، شخصيات مؤثره نعم. شخصيات عشائرية، شخصيات أكاديمية، يعني مثل المستشارين يستعينون بهم. يعني هم في الحقيقة يعني ينخرطون في 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 نسيج المجتمع نعم. المختلف، عشائري، مجتمعي، ديني، بجميع تفاصيله. فالتأثير لا يقتصر فقط على المكاتب السياسية. المكاتب السياسية تضع استراتيجيات، تضع خطط، ونعم تعمل على مد جسور علاقات إلى ما إلى ذلك، لكن عملية التأثير أوسع من أن تنحصر في المكاتب السياسية. وبالعموم يعني المكتب السياسي يعني مو أول ما يجي الشخص بالتنظيم ينتمي هو راح يصعد إلى درجة أنه عضو مكتب سياسي. أي اليوم أنا شاب ودا أستمع إيه يعني عدة محطات. اليوم إحنا برنامج محطة أي. لازم أن يكون حتى هو يكون فاعل في هذا الحزب أو تيار أو يعني أي لازم يكون عنده خلفية سياسية مثلا؟ لا، على الأقل يكون عنده خلفية تنظيمية. أول شيء يعرف مبادئ الحزب، يعرف يعني شنو الحزب، وين رايح، توجهاته، ولاءاته، هو عنده انه يعني يصل الى يعني انه يكون عضو مكتب سياسي، يكون انه انت على الاقل وضع الامني، وضع السياسي محافظ عليه حتى يستطيع ان يصل. لان اليوم المكاتب السياسيه تناقش اسرار، اسرار دوله، تناقش واحنا راح نجي على النقاشات اللي راح تتم والاجتماعات. سؤالك هو الاجابه انه ممكن اليوم احنا يعني كحركتنا حركة عصائب الحق سماحة الشيخ الأمين فاتح أبواب الكسب، أنه أي شخص
يعني متوفرة عنده الكاريزما العلمية، الجانب السياسي، البعد الاستراتيجي لا بأس، وإحنا عندنا بداخلنا أنه يعني لا بأس أن يعني نكسب أعضاء جدد كأعضاء مكتب سياسي وهم ما عاملين لا بالتنظيمات ولا موجودين يعني أساسا في هيكلية روح يعني شبابية جديدة مثل ما لا بأس أن يكون أستاذ جامعي، أن يكون شاب طموح يمتلك رؤية خاصة كظهور إعلامي، كأنه عنده خلفية اجتماعية قوية، صاحب مؤسسة لا بأس بذلك، ولكن تعرفين أنه الشخص اللي يجي يكون أكيد بصراحة أكو اختبارات أو أمور معينة قد يكون بكوادر المكتب، ومن ثم أنه عندما يصل القائد أو المسؤول الحزب أو رئيس الحزب إلى قناعة تامة أنه يصدر هذا الشخص أن يكون عضو مكتب سياسي، وها يعني ليس حكرا، يعني أعضاء المكتب السياسي اليوم هواي يعني جاي نشوف على مستوى حزب الدعوة جابوا حركة بشار وخلوه على مستوى يعني السيد عمار الحكيم اجت دماء جديدة في مشروع يعني الحكمة، والكثير من الأحزاب الآن بدأت أنه تكسب الدماء الجديدة للتغيير، نطمح للتغيير على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. أستاذ نسيم، يعني خليني أسأل هذا السؤال، هل المحاصصة هي من يعني تحرك الأحزاب من وجهة نظرك؟ يعني قضية المحاصصة احنا في يوم من الأيام سألت دكتور عامر الله يحفظه، سألته قلت له دكتور حاليا المحاصصة يعني صحيح احنا دائما نخلي كل عتبنا وكل لومنا وكل أخطائنا على المحاصصة، قال لا احنا ليش ننظر لها بهذا المنظور، خلنا ننظر لها بمنظور إيجابي. احنا تعرفين ست بتول مرينا بتجربة قاسية، يعني احنا ما ممكن اليوم يعني نعمل بمسألة الثقة، يعني خلنا ننظر للمحاصصة بجانبها الإيجابي. احنا مرينا بتجربه قاسيه، نظام ديكتاتوري قمعي ما يعني ما انطى مجال وما خلى المكونات تاخذ دورها الحقيقي. يمكن قبل اللقاء يمكن تحدثنا احنا مساله الظلم والمظلوميه والوضع اللي احنا مرينا به، يعني احنا مرينا انا عن نفسي طلعت معدل بالاعداديه 88، جيت قدمت كانت امنيتي اروح اكون ضابط، اللي عنده يعني من الطرف الاخر واللي هم عندهم يعني علاقات واللي هم من أزلام النظام يروح ضابط بمعدل 50، وأنا معدلي يعني كنت الأول على الإعدادية وما رحت. هذا يعني هذا فد نموذج إحنا مرينا به. بالنتيجة إحنا اليوم إحنا ما نريد نأسس أساس على أنه هاي المحاصصة باقية، لا، إحنا بمرور الوقت نتمنى أن بصورة عامة الإنسان العراقي يتقيد من هذا القيد، العفو يتحرر من هذا القيد، لكن بالوقت اللي تكون عنده يكون يعني مواطنة تامة بعيدة عن قضية الانتماءات، هذا من كذا مكون أو كذا مكون آخر. بالنتيجة حقيقة ما نتمناه هو أن بالمستقبل أن تكون الأمور بعيدة عن قضية المحاصصة، لكن بالوقت الحالي علينا أن نأسس أساس صحيح. جوابك يحمل جوابين. لا لا إطلاقا، لا بصراحة ست بتول إحنا بحكم ما مرينا به من ظروف استعانة بصديق من وضع صعب. أكو محاصصة لا 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 هي المحاصصة مو بالمفهوم السلبي، لا إطلاقاً. ما دام أكو نظام برلمان أكو محاصصة. لا لا إطلاقاً، لا مو لا مو بالمنظور السلبي، إحنا ليش ننظر لها بالمنظور السلبي؟ يعني حالياً رئاسة الجمهورية الأخوة الكردي ينطوها ما ينطوها، رئاسة الوزراء ما ينطوها الشيعة. بالوقت اللي إحنا نقول نتحرر من القيود، نحس بأن أكو مواطنة، الإنسان العراقي يحس بنفسه مواطن بعيد عن قضية الانتماءات، هذا هذا كاعتقاد شخصي بصراحة، هو اعتقاد حتى لتجمع اقتدار وطن. احنا بالوقت اللي نعتقد به الانسان العراقي بدأ يتحرر من قضية الطائفية ويتحرر من قضية القومية، لا بالتأكيد احنا نتمنى هذا العراقي ننظر له بغض النظر عن انتماءاته، لكن بالوقت الحالي انا اقول لك ما واصلين حد الان لهذه المرحلة. ان شاء الله نوصل لهذه المرحلة. انا اخذتكم للسياسة وكذا، خليني شوية أكو فد معلومة إجتني يعني بالكواليس، ما راكب قطار بحياتك مو؟ إيه فعلا. من جيتي هنا أخذت لك نظرة للقطار أستاذ علي، ويعني أكو نظرة حسرة، أكو نظرة شغف، ما أعرف شنو يعني هي. حقيقة خل أقول لك أنا هذا الطريق يعني لعله آلاف المرات فايت منه، يعني من طريقنا هسه سواء للكاظمية المقدسة منا يعني مناطق أخرى آلاف المرات فايت من هذا الممر، يعني فقط يعني أرمقه في النظر من بعيد
يعني اول مره ادخل المحطه بنايه حلوه ما صاعد قطار حلوه ففعلا هذه لاول مره انا حتى صادق بهذا القطار يعني حقيقه في كل المرات اللي انا جاي من هذا الطريق يعني حتى بيني وبين نفسي اتساءل اقول ماكو فد يوم فد فرصه ادخل بهاي المحطه اشوفها شنو هاي مثلا صاله الانتظار شلون يصعدون للقطار كلها ما شايف فاليوم فعلا اليوم بفضل الايام دخلنا شنو السبب يعني ما صارت فرصه يعني انه مثلا احنا عاده الضيوف اللي اجونا تقريبا كل الضيوف كانت دراستهم في محافظات اخرى اما بالموصل او كذا فيضطرون يركبون قطار وكذا يعني الحقيقه هي يعني اسهل وسيله والشائعه واللي احنا تعودنا عليها هي التنقل بالسيارات محافظاتنا كربلاء سامراء النجف حتى للبصره يعني كل تنقلاتنا عبر السياره وما اخفيك يعني حتى السمعه اللي يعني واصلتنا عن بعد أنه يعني متهالكة القطارات متوقفة خدماتها يعني ليست يعني كما ينبغي كذلك يعني هذه مسألة هم يعني مشخصة مشخصة أي وبعدين لا إحنا كنا طلاب إحنا كنا طلاب بالنسبة لنا ما تفيدنا نجي مثل أطلع بالليل وأوصل الصبح لبغداد لا يعني أروح أستخدم السيارة أفضل من القطار استاذ جاسم اشوفك تضحك انت عندك اكيد قصه ويا لا والله ما عندي قصه انا بس يعني من كنت في تركيا وفي ايران راكب لي قطار لمسافات طويله بس العراق ما راكب بس اسمع ابد بعد منين اجيت تكاين معلومات اسمع لهم دائما معاناتهم لو سياره واقفه على السكه والقطار واقف ينتظر شلون يعبر يعني فد ماساه يعني قطار في الدول المتطوره مثلا من طهران الى مشهد بست ساعات سبع ساعات يوصلك وهذا القطار يعني بكامل الامكانات انت بعد ماكو داعي تخلي راسك تنام تقعد بمشهد بس هنا يعني تصور مو يعني ما اشوفه اكو راحه ب يعني ركوب القطار يعني بالعكس اكو بعض الاشخاص يستمتعون بركوب القطار شنو رايك استاذ سلام؟ مثل ما تفضلتي احنا المشكله بالعراق انه المساحات بين المحافظات يعني قريبه متقاربه يعني يروح الموصل 600 او اقل يروح البصره 600 إذا يجي يصعد بالقطار من نامن يجي يسلم الجنطة مالته أو يصعد يراد لفت 3 ساعات 4 يقول لك أنا بسيارة واصل نص الطريق صح لو لا زين والمتعة مع القطار أي المتعة يعني نجيتها بصراحة يعني خلينا نكون واقعيين أنا ما صعد بقطار العراق لأن السيارة موجودة الحمد لله الله ما علينا بسيارات زينة يعني نروح ساعة ساعتين نروح للنجف أو البصرة 4 ساعات 5 يعني ليلة أو بالنهار نصعد في القطار أنا صعد القطار من طهران إلى مشهد والله يعني شيء ممتع وجميل وفي عالم هسه في اليوم نسوي لكم برنامج إنه الصعدون للقطار يعني لازم يعني حتى تغيرون هذه الفكرة وين عن القطار وين حتودينا القطار واقف ما يمشي زين حكينا عن القطارات والمحطات وكذا أستاذ جاسم النقاشات اللي يدور في الاجتماعات في المكاتب السياسية شنو اللي يدور؟ هل هو معد مسبقا؟ هل هي خطط معدة مسبقا؟ هل هي أمور لوجستية تناقش؟ يعني في كل الأحوال أنا أضرب لك مثلا الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق إحنا مثلا بالشهر عندنا اجتماع واحد وإحنا ما عندنا مكتب سياسي عندنا المكتب التنفيذي اللي مكون من 7 موجود من موزع على خارطة التركمان المتواجدين في العراق نعلن قبل أسبوع بأنه في التاريخ فلان تاريخ ونعطي الخطوط العريضة احنا عندنا دورة التركمان في الحكومة الانتخابات قادمة مثلا نسميها بلغتنا هيدلاينات يعني اي احسن نعطي هذا للأخوة اللي راح يحضرون وعندما نتحدث ونقوم بصراحة بتجميع هذه الأفكار وقسم من هذه أفكار أكو مثلا جانب من اجتماعاتنا نظرة الاتحاد الإسلامي لهذه الحكومة حكومة السيد السوداني نظرتنا إلى تحركات الإخوة الكرد قضية لأن هاي مسائل إحنا مع الكرد دائما عندنا تصير طوارئ ممكن اجتماع يصير اجتماعي إيه يمكن يصير يعني بالأسبوع اجتماعين 3 في الظروف الطارئة أنا أتذكر في قضية عندما طرح كركوك أن ينضم إلى إقليم كردستان و اعلن الاخوه الكرد حول عن قضيه اعلان دوله كرديه وشيء صار عندنا يعني تقريبا كل يوم عندنا اجتماع حول هذه القضيه بالبرلمان ايش نعمل وشلون نتحرك وشلون نصرح
وبعدين يعني مو بس الاتحاد، اتحاد مع الجبهة التركمانية، اتحاد مع حركة الوفاء، اتحاد مع الأحزاب الشيعية، اتحاد مع الأحزاب السنية، وطورنا القضية إلى وصلنا إلى قناعة بأنه تم أخذ قرار في مجلس النواب بعدم يعني إعطاء هاي الفرصة على أن تنضم كركوك إلى أقليم كردستان. نعم. وذكر شالوا العلم الكردستاني في ووقف معانا الكل، ولم يأتي هذا إلا بهذه الاجتماعات الطارئة وبلقاءات مستمرة وبحضور إعلامي مكثف للأخوة التركمان القادم، وقدرنا مثمرة تكون، كانت نتيجة واضحة كلش قوية إلى أن من ذاك اليوم بعد انتهى قضية صارت القضية تقريبا نوعا ما كركوك صارت بعد اتحادية لا للكرد ولا للتركمان ولا للعرب، صارت العراق كليتها. احنا هذا الموضوع شوية راح نتشعب به لكن بتفاصيله، خليني نروح وياكم إلى فاصل نرتاح شوية ونرجع. مشاهدينا خليكم ويانا بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين ببرنامج المحطة وهذه الأجواء الرمضانية الجميلة مع هذه النخبة الطيبة من الشخصيات المهمة في مجتمعنا العراقي، واللي نحاول بشتى الطرق يعني نستمد من عندهم بعض التجارب والحكم. ضربني بسمار دكتور علي قبل شوي قال لازم شوية نحكي عن بعض التجارب. أكيد في يوم من الأيام أكو تجربة أثرت بيك وخلتك تمشي هذا المسار، أو انطتك فد واعز المستقبل، أو انطتك مثل ما نقول إحنا بالإنجليزي هنت، خلتك إنه يبين لك ويظهر لك إنه راح تكون في يوم من الأيام في هذا المكان. خليني أسألك بالبداية حتى أسأل ضيوف الآخرين، لأن هذا الشيء مهم بالنسبة للشباب إنه يعرفون. راعينا بالوقت يعني. نختم به الحلقة. أي. الحقيقة هذا الموضوع يرجعني إلى يعني البدايات المبكرة للحياة، يعني أنت رجعتيني إلى مرحلة الطفولة. يعني أول تجربة كانت يعني هي المؤثرة المشرقة في حياتي هي والدي رحمه الله. الله يرحمه. يعني أنا والدي كان دائما يعني يراعي تربيتنا في مزاياها العديدة، يعني على سبيل المثال أن تكون حياتنا قائمة على ثوابت إسلامية، يعني أن تكون نعم يعني هذه المسألة أن تكون حياتنا ذات هدف، أن نخطط لحياتنا حتى نبلغ أهدافنا، لا تكون أيامنا وأوقاتنا فوضوية عشوائية وكأنه اتكاليين. لكن دائما حريص، يعني ما كان يفوت أي موقف كان، يعني طبيعة تفاصيل حياتنا البسيطة قاعدين على الطعام وإذا صار فد موقف من عندي نبهني. من هذه القضية الأولى اللي مثلا موضوع محدد بسيط طلعت من عندي كلمة، أتذكر فد موقف الآن أتذكرته في التسعينات صارت أزمة المخابز، فأتذكر كنا يعني نطلع نوقف سرة في مخابز الصمون والخبز بنص الليل حتى من يبدي المخبز يخبز ويفتح بدايات الفجر كود إحنا نوصل قريب ونحصل ناخذ الخبز أو الصمون. هاي أزمة عشناها إحنا. صح كلها. فأني في ذاك اليوم رجعت أنا شان عمري يعني لعله فد 14 سنة 12 سنة 13 سنة، رجعت في يوم من الأيام لأنه يومي نوقف سرى معاناة، فيوم من الأيام رجعت أنا مسوي فد إنجاز ورجعت فرحان للبيت. شنو هذا الإنجاز؟ قلت له بابا أنا اليوم ضربت السرى ورحت على الشباك وأخذت باعتباري صغير فتخشخشت ووصلت للشباك وأخذت الخبز. فأبويا ما فوت لي إياها، قال لي ابني الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذول السرى الواقفين الله كرمهم، أنت تجي اليوم تهينهم وتأخذ جهدهم ومعاناتهم وتروح تأخذ حصصهم. فهذا موقف كان فعلا أثر بي، بنى في ذاتي قضية احترام حقوق الناس، أن نراعي الله ونراعي الناس في تصرفاتنا وسلوكنا. هذه كانت بذرة، هذه كانت مسار وخطة عمل أن أكون على ما أنا عليه اليوم. طبعا والحياة دواليك يعني في كثير من الأمور، لعله أيضا من محطات تأثري بالوالد رحمه الله أنه كان كثير التلاوة للقرآن الكريم. حتى بعض أخواني أصدقائي المقربين يقولوا لي أنت شنو هاي من تحكي يعني سلسانك فصيح لعله قريب من الفصحى هيجي تتلو القرآن كذا. قلت لهم السبب الأساس أنه أنا من نعومة أظفاري والدي كان دائم تلاوة القرآن الكريم،
فدائما هذه استمع لتلاوه القران الكريم، كبرت قمت اني هم استمع لتلاوه القران الكريم، فالقران الكريم هم مترتل؟ نعم ارتل والحمد لله، ويعني افتخر بهذه القضيه من فضل الله، فلساني ايضا يعني تاثر بلغه القران الكريم. هذه محطات حقيقه يعني كانت لها اثر حلوه هذه المحطات، بالتالي اليوم الشاب من يسمع نصيحه من والده المفروض يمشي بيها. احنا اليوم اللي يسمع نصيحة يعني يضربها بعرض الحياة ويروح، ما يدري انه هذه النصيحة ممكن تخلق له شخصية اخرى. فعلا نصيحة مجانية لكن جاءت عن خبرة وعن حياة طويلة، فمن واجب الشاب ان يأخذ بها يستفيد. هو قاعد تجي نصيحة مجانية من والده اللي خبر الحياة، بالعكس تختصر عليه خطوات. فعلا استاذ جاسم، أكيد أكو فد يعني مرحلة من المراحل هي أثرت بك وهي اللي خلتك تعرف المستقبل، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن حسيت أنه أنت راح تكون في هذا المكان في يوم من الأيام. والله ما فكرت فد يوم أن أكون مسؤول أو وزير أو شيء، بقدر ما بديت يعني بداية. أنا أتذكر كانت عندنا زيارات للشهيد محمد باقر الصدر في يعني سبعينات، في أوائل السبعينات صراحة. بعد اعتقال الأخوة واستشهاد الكوكبة عارف البصري وجماعته، اللي صار عندنا يعني فرد حالة من الهيجان، ولماذا سببهم، شو سووا هذولا، والشهيد محمد باقر الصدر والعلماء، هاي صار عندنا في يعني طوز، وكنا تقريبا حاضر في المسجد أنا ووالدي واصدقائي في المسجد الكبير في طوز خرمات. طبعا صار عندنا هذه القضية، وبعدها عندما بدأنا أنا أتذكر لو 74 يعني هو الإعدام صار 75، لو قبله بشهر لو بعده بشهر يعني سهل، ما أريد أركز بالضبط. إحنا في متوسطة ابن خلدون في طوس خرمات ما طلعنا مظاهرة بأنه سبب، لا والله بعد الاستشهاد كان، بأن لماذا تم هذا الاستشهاد وصار بالقضية. انا اخذوني يعني الامن اخذوني بذاك الوقت، انا عمري لو رابع اعدادي، تصور كنت رابع اعدادي بعد رابع اعدادي بعد سنه 75 يعني اواخر اواسط و74 اخر 74 الاستشهاد. اخذوني ذاك الوقت اتذكر يعني انا وهذا العمر علقونا بالبنكة بهذا بعد اول شبابنا، وطلعت من ذاك اليوم بعد صار يعني عندي التزام بحزب الدعوة الإسلامية، وانتميت سنة 76 لحزب الدعوة. من ذاك الوقت بعد بقينا لغاية 80 اللي خرجت من العراق، تعرف بعد يعني خصوصا في سنة 79 80 صار بعد أي إنسان ينتمي لحزب الدعوة معناته حكم إعدام عليه، نعم نعم، عليه أن ينتظر اليوم باكر. ولكن عندما بدأنا بالسياسة بصراحة بدأنا يعني على سيرة الشهيد محمد باقر الصدر وعلى خطى الشهداء، ولم نفكر بأنه أن يكون لنا يوم من الأيام حكومة ودولة، ولكن شاء الله على أن يكون هكذا. ومن ذاك اليوم ما تركت العمل السياسي وبقينا بصراحة نعمل في حزب الدعوة لغاية سنة 91، شكل الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وصار صار جزء قياداته. ومن ذاك الوقت احنا بصراحة بهذا الجو السياسي والعمل السياسي ونعمل، ولحد هذه اللحظة ما نرى نتائج عملنا هذا. إذا كان نتائج عملنا لا يؤدي إلى تغيير إنسان، أقصد الشباب بالذات، إحنا كنا شباب في أوائل شبابنا قطعنا طموحاتنا على أن نكون مثل شباب البقية اللي يفكر كثير من القضايا الدنيوية، فكرنا بقضايا أخروية وتحملنا ما تحملنا من تعذيب وتحملنا من هجرة وتحملنا من سوء بصراحة تعامل البعثيين معنا ومع عوائلنا ومع الشهداء الذي كانوا معنا. واليوم نفتخر على أن عشنا تلك الأيام وليس هذه الأيام. الآن أنا يسمونه محمد الشمالي، هذا لقبي في الهجرة اللي كان على اسم الشهيد يعني محمد عبد الله رحمة الله عليه اللي سميت أبو محمد. أنا الآن أفتخر أبو محمد أكثر ما أفتخر معالي الوزير وغيره، لأن أعتبر بأنه الشباب عليهم أن لا يفكروا بقدر ما يعني يقدم للمجتمع من أفكار وتوجهات وأعمال
لأن الوصول إلى هذه القضايا خليها على الله. إذا أكو مصلحة يصير، إذا ما أكو مصلحة ما يصير. فعلا تحدثت قلت أنا ما كان في بالي هذا. كثير من الشهداء استشهدوا كانوا أحسن من عندنا بآلاف المرات. يعني الآن هم في جنة عليين ونحن الآن ما ندري عواقب أمورنا أعمالنا. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. خليني أجي لي أستاذ سلام وبعدها أستاذ نسيم حتى نختم الحلقة. أكيد أكو فد محطة تحب أنه تضيء عليها، وهي أيضا نصيحة للشباب. يعني واقعا هاي في القلب. إحنا اللي مواليد منتصف السبعينات، الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة. أنصحنا وما واكبنا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله على روحه الطاهرة، ولكن واكبنا الشهيد الثاني السيد محمد الصدر رضوان الله عليه. وهاي كانت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أيام حصار يعني العالم والناس حالة فقر شديدة، ضعف مادي في كل المجالات، كان أكو نقص. فكان العالم يريد أن يلتجئ إلى شخصية تنقذه مما هو فيه. ففي أعمارنا يعني 15-16 كانت أنه عندنا دوافع أيام المتوسطة والإعدادية، دوافع دينية. يعني الشعب العراقي بفضل الله سبحانه وتعالى اتجه إلى الدين، اتجه إلى المراجع. وهاي يعني دعوة الآن أنه لكل الشباب المخلصين أن يكون أنه توجههم والتزاماتهم بالمرجع، لأن المرجع هو اللي يوديهم، هو اللي يدليهم إلى صاحب الزمان، وهذا إمام العصر سلام الله عليه. بالنتيجة أنا يعني المحطة الأهم في حياتي هو تأثر الكامل بالسيد محمد صادق الصدر، وهو يعني البذرة اللي زرعنا، القدوة الأساسية، القدوة والمرجع الذي زرعنا، حيث استطعنا أن نكون من جميع وقاومنا بها الاحتلال وداعش. والآن بفضل الله سبحانه وتعالى تشوفين أغلب المقاومين، أغلب المجاهدين هم الثمرة الطيبة والطاهرة التي زرعها السيد الشهيد الأول السيد الشهيد محمد الصدر رضوان الله عليه. لذلك دعوة للشباب أنه نحن في شهر رمضان وشهر الله سبحانه وتعالى ألا يتيهوا. يعني احنا اغلبيتنا الشعب العراقي شباب مؤمن وواعي، عليه ان يرجع الى مرجع يجره ويدله على طريق الحق، طريق محمد وآل محمد ان شاء الله. استاذ نسيم يعني باقل من دقيقه انطيني، لان انا اقل من دقيقه انطيني نصيحه. ما راح احكي لك شيء اكيد ان اللقاء بصراحه احنا يعني اليوم لما نشاهد شبابنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يلمنا الحال اللي احنا به. يعني احنا بحكم ما مرينا به من مآسي، يعني انا كنت اتمنى يكون يصير عندي وقت حتى احكي لك القصص اللي مرينا بها بايام ال91. اذا تسمحي لي يمكن اقل من دقيقه. يوم من الايام رحنا احنا ابناء مدينه، والدي اخذني، رحنا بحكم السنوات الحصار رحنا لارضنا، المسافه كلش بعيده. مهم رجعنا كانت الدنيا تمطر، فبالطريق تلقونا ناس لازمين لالات وفوانيس طافية. اي يدورون على شخاطة او جداح. المهم انطيناهم شخاطة من واحد لواحد، كلها اشتغلت. سألهم والدي قال له هاي المن؟ قال له والله اريد نسوي عشاء لحد الان وما عندنا شخاطة. والله. قال له زين هسه انطيناكم، باكر شلون؟ قال له راح نخلي التنانير تشتغل 24 ساعة. لا اله الا الله. والله. بيوت ما اعرف يمكن 10 بيوت 15 بيت ما عندهم جداحه ويتعشون بها. هذا يعني انا دائما هسه اولادي ستبتول اولادي هسه وراي، دائما انا احكي لهم هاي القصص. اللي يألمني شبابنا هسه اللي موجودين، اللي يطلعون المقاطع مال ازلام النظام السابق وحزب البعث ويحاولون يعني البعثيه ينطون صوره على انه العراق كان في افضل حالاته. يألمني الحال اللي احنا عليه. طبعا شكرا للقائمين على قناه الايام وممتنين لهذه الفرصه. وانا ما اريد اطيل عليكم والله هواي، يعني انا حاكيت السيد المدير العام في وقتها قلت له اتمنى اكون يعني هذه القصص تتوثق، لان يعني احنا مع الاسف ما وثقنا تاريخنا. ان شاء الله. اني جدا شاكره وجودكم واسفه على ضيق الوقت، واكيد عندكم يعني كم هائل من الذكريات والمحطات اللي لازم نضيء عليها ان شاء الله في برامج اخرى. شكرا جزيلا لكم ورمضان كريم عليكم وعلى العائله. مشاهدينا لا زالت مستمره محطاتنا، فلا تروحون بعيد، غدا لنا محطه اخرى. الى اللقاء.